تحية طيبة إلى كل من يشاهدنا ويتابعنا عبر شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في جولة تراثية حضارية تاريخية. اليوم راح ناخذكم بها من منطقة الأعظمية وتحديدا في منطقة الشيوخ. طبعا هذا المكان اللي اختلفوا به بالتسميات، منهم من سماه درب الحية ومنهم من سماه درب السلطان، والبعض الآخر اكتفى بتسميته بمنطقة الشيوخ. هذه المنطقة كثرت بها البيوت البغدادية القديمة التي تسمى بالشناشيل مثل ما تشوفون. فاليوم راح ناخذكم بجولة نعرف كل تفاصيل هذه المنطقة، فبالتأكيد خليكم ويانا. بيت المشاهدين، مثل ما تشوفون احنا حاليا في منطقة العظمية، تحديدا في منطقة الشيوخ. ويا الشيوخ وجهاء الحارة راح نتعرف عن هاي المنطقة التراثية القديمة وعن شارع اللي موجود في منطقة الشيوخ تحديدا. راح نتحدث عن تاريخها وعن أرثه وعن حضارته، فراح نبلش إن شاء الله ويا الحجاج هنا نتعرف عن تفاصيل وهذه المنطقة من سابق العصر لحد يومنا هذا. أول ما نبلش وياك حجي نقول لك حياك الله. أشكرك، رحم الله والدي. شلون الصحة حجي؟ الله يخليك، رحم الله. حجينا بداية عرفنا بنفسك. الحاج خالد صبحي مجيد الأعظمي على راسي. يعني المنطقة هي هذه كانت كلها مبنية وبعدين تفلشت هي. شنو اللي كان مبني وشنو اللي تفلش؟ هذا كله تفلش، هذا كله بيوت كانت هنا. وهذا الشارع منه نهايته كان موقف مع خاص مع السيارات اللي تروح للفحامة والصليخ ومصليخ منها على الواجهة هذه. هذه كلها محلات، وهاي بيوت قديمة كلش، لا زالت يعني باقي شيء من التراث. قديمة البيوت. ف نهاية الشارع هذا اكو بيوت لسه تراثية. هسه اذا تروح منا تشوفها، اكو تفلشت وتجددت واكو بقت على وضعها. زين. هو احنا اليوم راح نسلط الضوء على ما تبقى من البيوت التراثية، الشناشيل مو كانوا يسموها؟ شناشيل. البيت اللي بقى من الاول بيت حاج مجيد. حاج مجيد كان سايق سيارة وبيع ويشتري بالسيارات. يعني ياخذ سيارات القديمه بالعشرينات هو عنده. قديم كلش قديم، هذا يسموه ابو صبحي. هذا بيتهم صاير بشناشير ركن مقابل جامعه خطام. اي وهذا الشارع اللي تمشي به انت هذا كله يهود كانوا به، منطقه يهود. وبيت ناجي الخضيري اللي قدام شويه على الشط صاير كان مدرسه، احنا لحقنا عليه مدرسه، بس هو ناجي الخضيري كان ساكن به بالاول. يعني كان بيت ناجي الخضيري من بعدها صار مدرسة. مدرسة صار. في أي سنة هذا الحكي؟ هذه بالستين. 60 61 حوالي. زين، كانت مدرسة ابتدائية مو؟ لا متوسطة. متوسطة. أي عش صاير. ايش أنت داوم بها؟ ايش تداوم بها؟ يعني من دون الموجودين بس أنا داوم بها، مش فتح أحد غيرهم. زين. وبعدين الجروسة وروضة. وراها عدينا صار بيوت، قسموه صار بيوت من بيوت من الشغلات هذه. فالشارع كله تراث، لا زالت الموجوده البيوت القديمه التراثيه موجوده. منها بيدربونا عشة تطلع، ومنها الشارع عدل موجود بعده الى نهايه الشارع. فالمنطقه مشهوره، هسه اذا تروح تفوت لي هناك باوع الشناشيل مال البيوت القديمه، كلها بيوت مال يهود موجوده كانت. اي شلون نشوف هذا الشارع حاليا بالبيوت المتبقيه يعني من التراث القديم؟ ايش عجب الباقيه كلها انهدمت وراحت، وهل راح تحافظون على تراث المتبقي؟ المتبقي بس من نهايه الشارع هذا. أي. على اليسرى بي متبقي مال الاول. اما علمنا لا تغير بيه، كوبيه بنوها واكو سووها محلات فرن ما صموه غيره غيره، اكو بيه وقعت قديمه كلش. صحيح. وهاي بالركن نهاية الشارع كانت سكلة. سكلة مال جوز شبنته طابوق وما ادري شنو. صحيح. اي الله يعطيك الصحة والعافية حجي. هلا ومرحبا. ننتقل ويا حجينا نقول لك حياك الله. حجي، انت اريدك تحكي لنا عن الايام الزمن الجميل اللي عشتوها بمنطقة العظمية وشون كان تراثها سابقا. يعني احنا اليوم ان شاء الله راح نسلط الضوء على ما تبقى من تراث هذا الشارع منطقة الشيوخ. شنو البقى؟ ماكو شيء بقى. اكو كم بيت؟ ولا بيتين، بس بيتين. شنو السبب؟ تجديد. تجديد. زين. البيوت القديمة كانت حياة حلوة. اي كانوا يعني حتى
الاسامي اختلفت يعني. زين، من اي سنه حجي انت ساكن منطقه العظميه؟ انا يعني اجداد اجدادي بالعظميه. زين، اجداد اجدادي. زين، اللي وعيت عليه انت بهذا الشارع خصيصا اللي اليوم راح نسلط الضوء عليه بمنطقه الشيوخ، يعني شلون كنت تشوفه؟ هذا الشارع موجود. هذا الشارع موجود قبل ما اخترق انا. هذا قبل ما اخترق انا، هذا الشارع موجود كان، هذا طريق الفحامه. هذه سيارات توقف هنا وتخبط السيارة تروح الفحامة. ايوه، هاي كلها بيوت، هذا السوق كله كله سوق. يعني حتى قبل ما يصير الجسر، جسر الأئمة؟ اي يعني قبل ما يصير الجسر هذا سوق. هذا سوق. اي هذا سوق جملون. جملون اي ويطلع مكانات يعني. يعني سمعت حتى الجواهري كان بيته على الشط. لا مو هنا، مو هنا. نعم، وين حجي؟ مقتل منطقة الحارة. زين، عبور الشارع كان بيتهم على الشط. زين، ايه هذه بسنة ال 55 56 بعدين بال 60 من صار الثورة مال 58 طلع مناك من الحارة. زين، طلع اخذ عائلته وراح من هنا طلع، لان صارت زعزعة مال قضية احزاب ما احزاب من شنو انهزم، اخذ عائلته وراح. فهذا جواري كان قاعد بالحارة، ما قاعد هنا أنا، لأن أنا أعرفه شخصياً، أعرفه ولحقت عليه همي أنا، ولد أصدقائي كانوا فرات ونجاح وكفاح كلهم أصدقائي. صح، تعرف كنا مدرسة وسوى بالمدرسة وهاي. يعني الله يعطيك الصحة والعافية عيوني. نرجع لك حجي، فإذا ذكرياتك القديمة شلون تشوف العظمية؟ شنو تغييرها؟ شنو أوجه الاختلاف؟ شنو؟ كلها تغيرت، كلها تغيرت العظمية، كلها تغيرت. يعني من نحو الافضل لو الأسوأ؟ والله الأسوأ مع الاسف. اي مع اسفات مو اسف. هاي العظميه تاريخ، ترى العظميه تاريخ، شالت انا رجال بها، رجال رجال. زين حجي، البيوت اللي حاليا متبقيه تراثيه اللي هي الشناشيل، هاي الدوله محافظه عليها؟ يعني محافظين عليها كتراث؟ لا ما محافظين. لا دول جيل الوقت، يعني كل شيء له جيل، كل شيء له وقت. صح. اي زين حجينا الغالي، شلون الصحة؟ اهلا بك. عرفنا بنفسك حجي. يوسف ناجي من اهل العظمية. الله يخليك. حجينا همينا احكي لنا عن منطقة الشيوخ، عن العظمية كتراث. كانت أحلى منطقة هي منطقة الشيوخ، وكانوا الشخصيات اللي قاعدين بيها، بيتهم حسوب هذا اللي سواه الساعة مال أبو حنيفة، وبيت حجازي كانوا قاعدين به، وبيت الشلبي، بيت الشلبي، بيت المدرس هم قاعدين به. يعني منطقه، وكانت يعني هذا الشارع غير اشوفه، هذا بيت ثلاث سيارات، لو ثلاث سيارات لو اربعه، لو ثلاث سيارات يعني، بس دول. كان هذا ابن محاسوب الحاكم قاعد هناك، وقاعدين يعني ناس اوادم قاعدين به. يعني هسه صارت الامور غير شكل، انهجمت الولايه، قلت لي يقول انهجمت الولايه ورجعت العالم، راح شو تسوي هاي؟ يعني هم راح اكرر لك نفس السؤال، الا هو شنو ذكرياتك بهذا الشارع بمنطقه الشيوخ؟ منطقه هادئه كانت، منطقه هادئه، وقاعدين بيها. يعني لو ترجع على هاي البيوت العشاط اكثرها مال يهود، يعني ترجع على الكهرباء، الاوراق مال الكهرباء والمي مالهم مكتوبه باسم واحد يهودي، يعني بعد ليس الاسماء مالتهم موجوده. اي فبقت يعني انهملت، بس انهملت الهملة شنو، ما حد قام يقعد بيها. هي كبيرة، مو تقول بيت صغير بيه غرفة هول، يعني كل بيت بيه 8 غراب 9 غراب كبار بيه. وهاي الهملة من الهملة وهي مال خشب فانتركت. أحبتي المشاهدين، وصلنا وياكم لآخر فقرة من ضمن فقرتنا الجولة الصباحية مالتنا، إن شاء الله راح نختمها ويا الحجية. فحجية صباح الخير. صباح النور أبوي. الله يسلمك. اسم حضرتك؟ خلود فاضل محمد. حجية، احنا اليوم جولتنا على منطقة الشيوخ. أي. اوكي، منطقة العظمية، بدنا نحكي على بيوت البغدادية القديمة الشناشيل. أي. اللي هي قدامنا. احكي لنا عنها. اي هسه يعني هاي قعدوا بيها هواية. شالوا يعني شلون فندق صار. زين. يصعد فوق وجوا، وهاي من زمان يما اخذوه ابو البيت، اخذه شيلهم واخذه. زين شنو انت قلتي لي هاي مال يهود، يعني البيوت الشناشيل الاول، مال الاول هذا مو هسه، مو 50 سنه و60 سنه و100 سنه، صار لها هواي قديمه. زين يعني ساكنها، وشانوا ساكنينها جماعه يعني من اهل العظميه، وشيلوهم اخذ ابو البيت هو وذاك اللي قبالنا كلهم شيلوهم. زين
زين ليش دائما يقولون هاي البيوت الشناشين مال يهود؟ اي حلوه يعني حلوه. ليش مال يهود؟ مال يهود كانوا ساكنينها؟ صحيح اي والله كلها هي. زين من هاي وهذني هناك كلها اي انا هم سبعه قالوا يعني مال يهود من الاول. حجيه البيوت الشناشيل البغداديه القديمه يقولون انه ممنوع تنهدم لان هاي تعتبر تراث، هذا صح؟ اي صحيح هذا هم ممنوع، بعد مو وقفوه هذا ما ينهدم ولا هذا. بعتبره تراث. ابد لا ينبع ولا ينهدم، هيك يبقى. اي هاي اي والله. الله يعطيك الصحه والعافيه. كلمك يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. قلبك ابويا لو شلون نفذها الزباله احسن لنا. ان شاء الله. هناك القاض، هناك القاض يعني شلون؟ سهل. يعني هي حلوه المنطقه، حلوه بغداد يعني على الشوارع الطبيه سليم، بس هسه هاي شنو؟ ان شاء الله فدوى قلبك يا عم. شكرا جزيلا لك. الله عمره وعافيه يعطيكم ان شاء الله. فدوى القلب. اي والله. اعزائي المشاهدين ويا الحجيه اكيد راح نكتفي بفقرتنا لهذا اليوم من جولتنا الصباحيه. عرفتوا ان شاء الله تاريخ وتفاصيل وتاريخ وحضاره هذه المنطقه، منطقه الشيوخ من داخل منطقه العظميه، وتعرفنا على البيوت البغداديه القديمه التي تسمى بالشناشيل. بالختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم انا مغيث خالد، قناه زاغرس الفضائيه.